هي الرسالة المؤكدة تاريخيا أن شعب البحرين يقف جنبا إلى جنب الشعب الفلسطيني مقاوما مواجها هذا الاحتلال وهذه الصهيونة، يرفض كل أشكال التطبيع. وعلى مر التاريخ شعب البحرين ضحى ولا زال لديه القدرة والاستعداد للتضحية من أجل هذه القضية. الرد اللبناني هو في تماسك الموقف الوطني الوفاقي لجميع القوى السياسية، أن لا بديل للفلسطينيين عن وطنهم الأم، وهم غير مستعدين ليكون لهم أي وطن بديل على الإطلاق أبدا. الأمر الآخر أن يعلن لبنان موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، أنه مع الشعب الفلسطيني، مع القضية الفلسطينية، وهذا ما أعلنه وزير خارجية لبنان الذي يمثل السياسة الرسمية لهذا البلد. إضافة إلى أن المقاومة لا تحتاج إلى أن تعبر عن موقفها الرافض لكل ما يجري، سواء من مفاوضات وتسويات وصفقات إلى آخره. فلسطين نحن نعتقد بأنها ستعود إلى أهلها، سنحررها عاجلا أم آجلا. في البحرين هناك يعني حملة أمنية شديدة تتمثل في الأسطول الخامس الأمريكي، القاعدة البريطانية، الجيش السعودي، وأيضا الجيش المرتزق في البحرين. هذه لم تستطع أن تنال من إرادة الشعب البحريني، وهناك تعبير رفع علم فلسطين على كل البيوتات، وأيضا التكبير، وهناك بعض الفعاليات في داخل البحرين تحركات، ولكن كل هذه القوات الأمنية تقمعها، ومع ذلك يصر الشعب البحريني لا أن يخرج ويعبر عن شعوره. وهناك بعض الفعاليات أيضا في أوروبا، في جميع دول أوروبا يقيمها الشعب البحريني مع إخوانهم وأحبتهم من فلسطين ومن جميع الدول العربية والإسلامية. افتعلت في سوريا هي عبارة تغيير البوصلة عن فلسطين، لأن سوريا هي أم العرب والعروبة، وهي القلب النابض للعرب، وسوريا قادرة على تحرير أراضيها وطرد الإرهاب من أراضيها، واحتفال إن شاء الله سيكون قريبا باحتفال طرد آخر إرهابي من سوريا. والقضية المركزية لسوريا هي القضية الفلسطينية، وفلسطين ستحرر قريبا ويرجع الفلسطين إلى منازلهم بإذن الله. وردا على صفقة القرن، فهي مردودة على الخليج والبحرين، لأنه هي مؤامرة قادرة وناتنة لتضييع الوقت على العرب مشان فلسطين، وفلسطين سيحرر بإذن الله. نحن نعتبر أن ما يسمى صفقة القرن ولدت ميتة، ونحن اليوم نعمل على تجهيز دفنها ودفنها وإنهائها عن وجه الأرض، لأننا نعتبر أن عراقة القضية الفلسطينية وأصالة القضية الفلسطينية هي في عمق الذاكرة العربية والإسلامية وفي عمق ذاكرة أحرار العالم. ولذلك نحن نقف اليوم وقفة واحدة كمحور مقاومة مع أحرار العالم أجمع، لنقول أن فلسطين ليست للبيع، وأن فلسطين ليست سلعة للتداول، وأن القرار الفلسطيني الموحد اليوم هو الركيزة الأساسية في عملية المواجهة مع مشروع صفقة القرن الذي تموله مجموعة من الدول العربية ذات الكتلة المالية، أقول والكتلة المالية بكل ما تعني الكلمة من معنى، ظنا منها أنها بمقدورها من خلال هذه المليارات التي رصدت لصفقة القرن. نحن نقول أن صفقة القرن ماتت ونحن نعمل على دفنها. جئنا اليوم لنقول أن هذا الموضوع المتعلق بصفقة القرن لم يبدأ اليوم، فلنعمل مراجعة سياسية بالاتفاقات منذ سايكس بيكو حتى كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، وبالتالي هذا أجى نتيجة جملة من الهزائم اللي حاولنا كفلسطينيين عبر انتفاضات عديدة لنهزم هذه المشاريع، وما زلنا نقوم حتى نهزم هذه المشاريع. لذلك اليوم اجتمعنا كعرب وإسلاميين لنقول
دعونا نصيغ استراتيجية في مواجهة ما يسمى بصفعة القرن، صفعة القرن. وهذه الاستراتيجية تقوم على وحدة هذه الأمة ووحدة أدادها وصياغة استراتيجية مقاومة من أجل التصدي لهذا الكيان، لأن هذا الكيان والإدارة الأمريكية لا تعرف إلا بالصفع، وخاصة الدور الذي يلعبه المأجورين والرجعيين العرب بإنهاء القضية الفلسطينية والضغط من خلال ما أفرج عنه من صفقة القرن، 50 مليار دولار وتوزيعها. هذا فلسطين ليست للبيع، القدس ليست للبيع، الأمة العربية ليست للبيع، النضال العربي والفلسطيني والمقاوم ليس للبيع. وليفكر البعض فيما قالت إليه الإدارة الأمريكية من نقل السفارة إلى القدس، إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن، ومن ثم زيادة الاستيطان، الاستيلاء على المنطقة جيب، ومن ثم بالآخر ضم الجولان وبدء بناء مستوطنات فيها، والآن يتهيأوا ليأخذوا قرارا. التصريح الذي أدلى به الرئيس بري بالبارحة كان مريحا، وبالتالي نطلب من كل الزعامات العربية والهيئات العربية أن تحذو مثل هذا الحذر وتعلن أن فلسطين فوق الجميع وفلسطين بوصلة الجميع، ونزحفا زحفا نحو القدس.